بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم الرئيس اللي عم بيقول أنا هلق هو بالسويد بأوروبا وعم بيقول بدي أصير رئيس. نحن من عيلة مستورة، نحن من عيلة ما بنحب المشاكل، نحن الله يساعد. بعدين أنا أم قاعدة بخيمي وعندي تنتين الله يساعد مريضات، وما عندي لا زلمة ولا ولد ولا ما في قاعدة بخيمي. ربطة الخبز اليوم اشتريتها بألف ليرة. طول ما أنا قاعد بأوروبا بدك تصير رئيس، ما تلتفت على عرضك. بعدين حرام عليكم عم تقولوا أمه كذا، أمه زينة، في أمه هيك وخواته هيك وخواتك. نحن مالنا هيك، نحن عائلة مستورة. أنا عندي 8 بنات متجوزات، وأنا ترملت عندي 35 سنة. أنا بتحدى بلدي، بتحدى ناسي، واللي بيعرفني إن نحن عملنا غلط إلا بيرتفع فينا الراس. نحن متفرهين من هالرئيس المهبول، هذا التعب براسه، فكوا راسه بتركيا من زمان، والحجة ما هو طبيعي. هذا ما هو رئيس، هذا رئيس غنمات بترجاكم لا بقى تجيبوا طير عرضه، ولا لم تقبله رئيس. نحن متبنيين منه، انا امه الله يغضب عليه، الله لا يوفقه، شاء الله جلطه وتريح العالم منه. نحن ما هو ابننا ولا بنعرفه، هذا كلب، هذا من اعداء الله، ولا هو ابننا ابدا. واولاده خواته كل شيء اسرتنا ما هو ابننا. ينقلع مهبول، بده امراض عقليه، بده يصير رئيس ما، وامه عم بتحصل على الليره، قاضي بخامي على الليره عم بتحصل، وعم يقبض بهالدولار. عقله ما بقى يتحمل المجنون العرس. شكيته لله، شكيته لله، يقرب عمره ويريح عمامه واهله وناسه منه. نحن اسف نكون هيك، عيب عيب. حاج مهزلي، حاج يقرب عمره ان شاء الله.